السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميعا، معكم أخوكم أسامة جمران من فريق وايكوف. حبيت بس أعطي تحليل سريع للمؤشر العام وجميع القطاعات على الفريم الكبير، الفريم الشهري، لحتى تتوضح لنا الصورة، خصوصا بعد الوضع اللي صار الأسبوع الماضي. بداية أنا حابب نوه لبعض الأمور الأساسية. أول شيء، إحنا اقتربنا من نهاية شهر 11، إحنا قريبين على إغلاق سنة مبدئيا. مش مستغرب بهذه الفترة من السنة إنه يكون أداء المؤشر أو أداء الأسهم أو ضخ السيولة انه يقل، لانه لما نقترب لنهايه السنه تبدا تخف السيوله في الاسواق بشكل عام. طيب، بدايه هذه النظره العامه لتاسي، احنا كان في عنا رينج تجميعي بين المناطق من 4027 الى 11120. الرينج هذا من بعد ما بدا هنا الرينج تم اختراقه مؤخرا. لحتى نكبر الصوره اكثر، طبعا هذا الترند الهابط اللي تم اختراقه بالنسبة للمؤشر، والترند اللي بيوازيه على مؤشر الـ RSI. بداية إذا ملاحظين، احنا عندنا هنا حوالي 19 شمعة من بداية قاع كورونا، 20 شمعة عفوا، من بداية قاع كورونا إلى اليوم. هذه الموجة الصاعدة هي بالأساس اللي حصلت عندنا، بالإضافة لأنه إحنا عندنا الفترة الأخيرة شمع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شمعة، شموع صاعدة من دون ولا شمعة هابطة. فمبدئيا شيء منطقي وطبيعي إنه المؤشر ياخذ استراحة، خصوصا انه اذا احنا شايفين الفترة الاخيرة المؤشر لما كان عم يصعد بالاشهر الاخيرة الشموع كانت عم تصغر وايضا الفوليوم عم يتناقص. هذه اشارة مش ايجابية، تدل على ضعف زخم الشراء. اذا شايفين مقارنة بالشموع السابقة بالنسبة للفوليوم، بالنسبة لطول الشمعة، الوضع الأخير اللي صار عندنا هنا يدل على وجود ضعف في المؤشر. طيب، حتى الآن إيش الوضع اللي عندنا بالنسبة لتاسي؟ هذه شمعة الشهر الماضي اللي هي حققت الهاي الأخير اللي هو عند 11955 تقريبا. شمعة الشهر هذا ما استطاعت تصل إلى نفس الهاي السابق، وذيولها العلوية أكبر بكثير من الجسم وأكبر بكثير من ذيولها السفلية. هذه كلها إشارات انعكاس على قرب تشكل قمة في هذا المكان بالنسبة للمؤشر. فلذلك من المتوقع أنه يصير في عنا قمة هنا على المؤشر ويصير في عنا تصحيح شهري. شخصيا أنا أتوقع أنه التصحيح الشهري يمتد حتى نهاية شهر واحد أو حتى الأسبوع الأخير من شهر واحد لمعطيات زمنية موجودة عندي. إضافة لذلك أنه الترند المخترق هذا من الطبيعي أنه المؤشر يرجع يعيد اختباره قبل ما يعاود الانطلاق أيضا بإذن الله إلى قمم جديدة، وبإذن الله حنوصل إلى قمة 2006 عند 20900 وممكن حتى نتجاوزها بإذن الله. سوقنا سوق واعد، لكن التصحيح اللي بيحصل على أي سوق هو أمر طبيعي، والتصحيح يحصل على جميع الفريمات. مثل ما أنا متقبل إنه يكون في عندي موجات تصحيحية هابطة على فريم الساعة وعلى فريم الربع ساعة واليومي والأسبوعي، أيضا هذا الكلام الفريم الشهري ما هو استثناء من هذه القاعدة. طيب، نروح نشوف قطاع الطاقة. قطاع الطاقة فعليا شكلنا وتد صاعد طبعا، أو حتى إذا بدنا ناخذها كقناة صاعدة، هذه القناة بالنسبة لخط الترند اللي موجود. فهو قطاع الطاقة
بالأساس اقترب من مناطق بيعية، بالإضافة للريفيرس لاين اللي تشكل عنا هنا. شخصيا أنا أتوقع على الفريم الشهري إنه قطاع الطاقة يصحح ضمن هذه المستويات من 5730 إلى 5204، يعني تقريبا إلى 5530 ممكن يكون التصحيح تبع قطاع الطاقة. منروح لقطاع المواد الأساسية. مثل ما شايفين قطاع المواد الأساسية بدأ يعطينا بوادر انعكاس بتشكل قمة هنا. القطاع جيد وواعد، لكن التصحيح أمر لا مفر منه، أنه يكون في عندنا موجة هابطة قد تمتد إلى مستويات 6150 إلى 5950، خصوصا أنه رينج التجميع هذا اللي موجود تحت، اللي هو بالأساس من 3500 إلى 6150، هذا لم يتم إعادة اختباره حتى الآن. طيب منروح على القطاع اللي بعده، قطاع السلع الرأسمالية. قطاع السلع الرأسمالية مثل ما شايفين على الفريم الشهري هو في 4 أشهر هبوط. احنا قريبين من نهاية التصحيح الهابط على الفريم الشهري هذا. اتوقع انه عن 6730 الى 6270 هذه المناطق تكون مناطق ارتداد، خصوصا انها تتوافق مع معطيات زمنية موجودة عندنا، توافق الشهر الاول من العام القادم بإذن الله انه يكون في قاع شرائي جيد يعطينا صعود زي الصعود اللي كان سابقا. الموضوع الثاني اللي لازم نركز عليه انه القطاع نفسه كسر زاوية معدل الحركة بشمعتين حمر، وهذه الإشارة كانت كفيلة بتأكيد التصحيح الهابط إلى المستويات اللي ذكرتها سابقا. قطاع الخدمات التجارية والمهنية، القطاع بالأساس هو داخل رينج، ورينج تجميعي واضح. السلوك الأخير هو سلوك تصحيحي، القطاع جالس يشكل قيعان صاعدة ضمن رينج التجميع بعد السبرينج اللي صار هنا. متوقع انه عند 4300 إلى 4330 يلاقي القطاع دعم لاستئناف المسار الصاعد باتجاه قمة الرينج عند 5100. مجرد ما تجاوز قمة الرينج فعندنا أهداف كبيرة بإذن الله تصل إلى 7000 7500 تقريبا. قطاع النقل، قطاع النقل كان هو ضمن رينج تجميعي، اخترق الرينج ولم يعيد اختباره، لذلك اتوقع انه التصحيح هذا اللي موجود عندنا يستمر الى مستويات 5170 الى 4740 تقريبا، مع الانتباه الى انه هذه المستويات 6050 الى 6330 هذه المستويات هي مستويات مقاومة عنيدة بالنسبة للقطاع، يجب أن يتجاوزها وبإذن الله يعد بأرقام عالية جدا. السلع طويلة الأجل، القطاع كسر خط زاوية، أيضا في عنا كان رينج تجميعي سابق لم يعيد اختباره، لذلك متوقع انه يستأنف الهبوط الى 5390، من بعد ان شاء الله بنحصل قاع شرائي يعطينا اهداف طيبة بإذن الله. قطاع الخدمات الاستهلاكية هو قطاع الى الان جيد جدا، القطاع اخترق رينج التجميع اللي موجود عندنا هنا عند قيمته كانت عند 5065، ممكن القطاع يعمل إعادة اختبار للرنج المخترق إلى مستويات 4700 أو 4240 تقريبا، وبعدها يستأنف الصعود إن شاء الله
الأهداف اللي عنا تصل إلى 8000، 8000 و 7500 إلى 8000، يعني بهذه الحدود بإذن الله. قطاع الإعلام كان في عنا رينج تجميعي، هنا اخترق الرينج، لم يعيد اختباره حتى الآن، لذلك مستويات 14970 إلى 14000 هذه مستويات دعم جيدة ممكن يرتكز عليها القطاع. على الفريم الشهري أيضا كل الكلام عن كل القطاعات، ممكن يرتكز عليها القطاع للانطلاق إلى أهداف عليا بإذن الله. تجزئة السلع الكمالية كان بقناة صاعدة، اخترق الضلع العلوي للقناة، وعلى الأقل لازم يعيد اختبار الضلع العلوي للقناة حتى يستأنف الصعود بإذن الله. ممكن يهبط إلى 8800 إلى 8100، لكن في الغالب أنه بإذن الله بيحصل دعم حتى ننتقل إلى قناة صاعدة أعلى من القناة اللي موجودة عندنا. قطاع تجزئة الأغذية قطاع بوضع جيد جدا على الفريم الشهري، تصحيح بشموع صغيرة مع فوليوم ضعيف. المناطق هذه هي مناطق ارتداد بإذن المولى، مع الانتباه إلى أنه الدعم القوي جدا موجود عند 7730. قطاع إنتاج الأغذية، القطاع شكل قمة مزدوجة بإذن الله، ما حينزل باتجاه خط العنق اللي موجود تحت. أتوقع إنه مستويات 5000 إلى 4950 هي مستويات يلاقي عند القطاع دعم. إذا استأنف الهبوط فالدعم القوي جدا هو عند 4650. قطاع الرعاية الصحية، القطاع كان في عنده رنج تجميع اخترقه، أعاد اختباره هنا بهذا الشموع، رجع مشى باتجاه شبه عرضي إلى فترة بسيطة وصعد. الآن المنطقي إنه يرجع يختبر هو 6009، لكن ممكن هو عند مستويات 6790 إلى 6575 هنا يلاقي دعم ويرجع يستأنف رحلة الصعود. فإذا عندنا مستويين الارتداد، المستوى الأول هذا والمستوى الثاني الرئيسي اللي هو موجود هنا. هذه المستويات اللي ممكن تكون بإذن الله مستويات دعم حقيقية لقطاع الرعاية الصحية، خصوصا أنه خلاص شكل قمة واضحة على الفريم الشهري من عند الشمعة الأخيرة هذه وبدأ بالتصحيح. قطاع الأدوية، قطاع صحح كثيرا يعني للأمانة، هو حاليا عند مستويات دعم جيدة، ممكن إنه نبدأ نشوف حركة منه بحد أقصى. أتوقع إنه التصحيح ما لازم يتجاوز 4770. قطاع البنوك ما شاء الله من القطاعات الممتازة جدا، وهو فعليا اللي كان حامل راية المؤشر بالاشتراك مع سابق بالفترة الماضية. القطاع طبعا بعد الصعود هذا كله منطقي جدا انه يعمل تصحيح. التصحيح راح يكون بسيط بإذن الله، يعني بين مستويات 10500 إلى 9400، ومن بعدها بإذن الله بيستأنف الصعود. قطاع الاستثمار والتمويل، في عندنا منطقة طلب هنا موجودة بين مستويات 6135 إلى 6650، هذه المنطقة ممكن القطاع يدخل يخترقها قليلا وبعدها بإذن الله بيستأنف الصعود إلى مستويات أعلى. قطاع التأمين كان في عنا احنا رينج تجميع هنا اخترقه، أعاد اختباره، عمل 3 شموع، هي كانت زي مسار عرضي، من بعدها القطاع اخترق وهو عائد إلى إعادة الاختبار بشكل رئيسي.
المستويات اللي ممكن تكون مستويات ارتداد طويل هي بين 5864 إلى 5443. قطاع المرافق العامة أيضا ما هو استثناء من معظم القطاعات. القطاع كان داخل رينج تجميعي، شكل عنا دبل بوتوم هنا وحقق هدف الدبل بوتوم بالكامل وزيادة أظن حتى بالنسبة لهدف النموذج. نعم، حقق الهدف وزيادة. لذلك أتوقع أنه بإذن الله مستويات 5500 إلى 5300 هذه مستويات دعم ممتازة بإذن الله حتى يستأنف القطاع الصعود. قطاع الريتات من القطاعات الأفضل حاليا هو في طور تشكيل نموذج كوبو عروة. نتوقع أنه بإذن الله يكتمل النموذج ويرجع القطاع يخترق الترند الهابط الرئيسي هذا أو خط العنق تبع النموذج، حتى هو مش ترند هابط لأنه ما شكل قاع، يعني ما بنقدر نقول إنه هذا ترند إلا إذا شكل قاع أدنى. أتوقع إنه بإذن الله يقدر يخترق خط العنق للنموذج، ومن بعدها إن شاء الله ينطلق إلى أهداف كبرى بإذن الله. ممكن القطاع عنده خير بإذن الله. تقريبا الهدف تبع النموذج يصل إلى 7000، 7100 تقريبا، اللي هو بيوازي القمة اللي هبط منها القطاع. قطاع إدارة تطوير العقارات، القطاع عامل أسندنج بيس جيد جدا حتى الآن. المناطق بين 4086 إلى 4360 هي مناطق مقاومة قوية، لذلك ممكن يكون في تصحيح بسيط فقط موجود عندنا بالقطاع، من بعدها بإذن الله بيستأنف القطاع الصعود باتجاه على الأقل المقاومات اللي ذكرتها ضمن هذا الرينج بإذن الله. هذا اللي كنت حابب أقول لكم إياه. برجع بأكد على موضوع إنه التصحيح هو أمر صحي للسوق حتى يعطي فرص دخول جديدة، حتى تنطلق الأسهم إلى أهداف كبيرة بإذن الله. بإذن الله السوق فيه له أهداف طيبة مستقبلا. السوق حتى زمنيا دورة الصعود اللي موجود فيها دورة لسه فيها مدى بعيد بإذن الله، فلذلك سوقنا عنده أهداف بعيدة بإذن الله. تصحيح بسيط حتى ياخذ زخم ويرجع ينطلق هو أمر جيد بالنسبة لأي سوق. الله يعطيكم العافية جميعا. أتمنى أن يكون قدمت لكم الفائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.